أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول كأحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي. وجاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن ما تحقق في صناعة التكرير المصرية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق، وجاء ذلك خلال رئاسته بكرة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس، وذلك لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024، حيث أوضح وزير البترول أن الرؤية المستقبلية التي انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 غيرت الشكل والأداء في مصافي التكرير وزادت من قدرتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافي التكرير بالسويس والأسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وذلك وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.52 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 16,065 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة تقدر ب 77% ليغلق عند مستوى 2,997 نقطة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة تقدر ب 70% ليغلق عند مستوى 4,459 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة وسط توقعات بأن زيادة الطلب الصيني والمزيد من القيود على الصادرات الروسية ستبقي الطلب أعلى من المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 59% لتصل إلى 85.48 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقدر ب 60% لتصل إلى 79.97 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.41% لتصل إلى 3.23 دولارات للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل 3.29 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل. وحذرت من أن البنك المركزي الأوروبي غير راض عن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة، وأضافت أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو أصبحت أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة، مضيفة: لم يكن سوق العمل في أوروبا حيويا كما هو الآن، وعدد العاطلين عن العمل هو أدنى مستوى مقارنة بالعشرين عاما الماضية. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر وليلى. شكرا لك ميرنا.